ممكن تتزوج فنانة مشهورة أو إلي امرأة تحت الشرف، إلي الضوء. الشرف، إلي الشرف أتجوز أو أتزوج أي شخص يكون بحبني أو حقيقي. ممكن تتزوج امرأة مطلقة وعندها أولاد. حلوة الإنسانية أيام، بس حلو إنه الإنسان إذا حب ما يفكر شو كانت هي، بغض النظر إذا حبيتها شو ما كانت. آه حلو، ما هيك؟ ما هو هو كمان بدي هيك أحب أحلى تفصيل، شيء، هيك بدي أحلى أحب شيء. حدا أقبله بعيوبه، أقبله بمشاكله، أقبله بالقصص اللي بتصاحبه. انت عم تقولي يمكن يكون عم مطلع عنده اولاد، ما هو القصص انا بيجوا من كيانه، بس بشكله سالتك كيانه. هالسؤال. انا زاهي تزوجني، انا كنت امراه مطلقه وعندي ولدين، وهينا انا وزاهي وبنشاف الحال فيكي عاملين حياه حلوه، وانا وزاهي عندنا ولدين، فانا ام لاربع اولاد وحياتنا انا وزاهي كثير حلوه. فحلو كثير جوابك، يعني تسلمي. احترمتك اكثر هلا.